عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة مباراة كرواتيا واليابان، انتهت هذه المباراة الآن بضربات ترجيحية، وانتهت بالضربات الترجيحية 3-1 لحساب كرواتيا. نتمنى لها التوفيق والنجاح دائما بإذن الله تعالى. الفريقين كان أداؤهم ممتاز جدا، حيث أنهم بما أنهم وصلوا للضربات الترجيحية هذا يدل على اللعب الممتاز. مبروك لكرواتيا. هذه كانت المباراة. انتظر رقم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، وبتمنى ما تنسوا وضع اللايك والاشتراك.